السلام عليكم، كدرتو لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، موديلات جداد، وان شاء الله اليوم غادي يكون واحد السولد زوين. ومن هاد لا فيديو هادي غيكونوا دائما لي سولد، غير نبغي انكم يكونوا لي جام بزاف باش تزيدوا تشجعوني ونزيد لكم دي سولد. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الرقم اللي سيبه لكم، هذاك رقم خاص واتساب، فين ما كنتو توصلكم الكوموند ديالكم داخل المغرب وخارج المغرب، الارسال لجميع المدن وتخارج المغرب البنات. ان شاء الله ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. اللي بغات شي حاجه تدخل عندي في الرقم في الواتساب، وما تنساوش تخليو تعليق باش تدخلوا للسحب ديال المسابقه. هذا البنات الانستغرام ديالي، اللي بغات تدخل ليه، اللي عندها الانستغرام وبغات تدخل، تنحط دي ستوري تصاور. المهم اللي بغات تدخل له غنحط الرابط في اول تعليق. اليوم البنات غادي نبدا لكم بالحلقات، طلبوني عليهم شي اخوات، هادو اخر ما كاين في الحلقات ديال البلاكيور، يعني في اخر موديل كاين. هما هادو هانتوما كيف تيجيو، تيجيو هابطين على هاد الشكل، وهادو اكس بي البنات هانتوما. دابا هنا راه واضح ليكم هانتوما الشكل. كاين هادو وكاين واحد جوج موديلات اخرين غادي نوريهم لكم. هادو البنات الثمن ديالهم 80 درهم، درت لكم اثمنه زوينه، وغادي ندير لكم حتى لخواتهم وهبط لكم فيهم الثمن. يعني اليوم حلقه ديال السولد، ان شاء الله غادي يكون السولد هاد الايام كاملين البنات. هاد الموديل هذا هو واضح لكم هانتوما كيف تيجي، جوج خيوط، كاين هذاك اللي فيه ليبول والاخر اللي كله مرصع في الحجر. غزالين البنات هاد الحلقات اخر ما كاين كيف قلت لكم، والثمن درت لكم ثمن مناسب، لا في هاد الحلقات لا في الخواتم اللي غتشوفوا، كلهم سولد البنات. كاين هاد الموديل هذا حتى هو 80 درهم. البنات الله يجازيكم بالخير، ما تنساوش الليجام، شجعوا القناه بالليجام. واخر موديل البنات هو هذا، شوفوا الشكل. صراحه الحلقات يعني شي حاجه طوب البنات، شوفوا هانتوما حتى هما اكس بي البنات، حتى هما نفس الثمن. المهم هانتوما راه مزومين واضحين ليكم. دابا البنات غادي ندوزو للخواتم، غادي نبدا ليكم باول موديل اللي تيجي مخرم. وبالنسبه للماركه البنات الخواتم جبت ليكم الماركه اوس ماشي جي اكس، جبت ليكم الاوس. هي ماركه تتكون احسن من جي اكس، لا في الجوده لا في يعني في تف داك النقش ديال الخواتم ولا الديزاين ديالهم ولا لافينيسيون ديالهم تتكون احسن. هانتوما الشكل، هادو البنات 70 درهم. غادي كاينين واحد جوج موديلات اللي ب 70 درهم، كاين هذا. المهم راه قلت لكم راه كلشي البنات هاد الخواتم راه درت ليهم سولد. وحاولوا قبل ما يساليو، يعني اللي بغات شي حاجه دخل عندي الواتساب. هانتوما الشكل الثاني اللي تيجي على شكل مستطيل، الشكل الاول تيجي كله داير، وهذا على شكل مستطيل حتى هو البنات 70 درهم. هانتوما مخرم ديال المناسبات. المهم هما وريتهم لكم البوسيل باش تشوفوا الشكل كيف تيجي. كاين البنات هذا ديال 3D، هانتوما كيف تيجي، كبير هماوي، حتى هو من الماركه اوس. هانتوما شوفوا الشكل، شوفوا لا فينيسيون لا بريونس لي فيه. هادو البنات 80 درهم. هانتوما اللي بغات شي حاجه دير سكرين ولا تدخل عندي الواتساب. هانتوما الشكل، شوف غزاله البنات. دابا غادي ندوزو للخويتمات اللي فيهم الحجر. غنبدا لكم بهادو ديال الخضر ملكي، شوفوا الشكل، في ديك البوله في الخضر وكله مرصع بالحجر في البيض. هانتوما الشكل، وغادي كاع نوريكم هادو اللي كاينين في الخضر. المهم غنبدا لكم بالتدريج، هادو تا هما البنات سولد 80 درهم. هانتوما نحاول نزومي ليكم مع الشعر. ثاني هذا هانتوما تا هو اوفال، تا هو نفس الثمن، خضر ملكي. كاين ثاني البنات هذا الموديل، هذا تيجي الشكل ديالو مربع وتا هو مرصع بالحجر. هانتوما الشكل، تا هو نفس الثمن 80 درهم البنات هادو. هما هاد الموديلات كلهم اللي غنوريكم 80 درهم.
كاينه البنات هذا اللي في الاحمر، في ديك البوله في الاحمر ومرصعتها هو بالحجر، نفس الموديل غير هو كاين في الخضر كاين في الاحمر. وغنوريكم واحد الموديل في الكحل، شوفوا البنات كيف تيجي مزيان. مثلا اللي عندها شي لبيسه هكا في هذا اللون ولا شي تكشيطه، يكفي انها دير خاتم واحد تيجي كلاس البنات، غير واحد تيجي كافي للمناسبات. كاين البنات هذا اللي كيكون فيه حجره في الكحل، ها انتم الشكل تيجي تقريبا مربع، نزومي لكم باش تشوفوا مع الشعل البنات هنايا فين جالسين. قلت لكم على الماركه اوسها هي باش تشوفوا، راه ماشي جي اكس. ها انتم شوفوا البنات هادو، هانتوما هادو الشكل ديالهم انيق البنات. انا بعدا تيعجبوني بحال هاد الخواتم هكا اللي تيكونوا يعني ما تيكونوش كبار شارجي، تيعجبوني بزاف. كاين هذا اللي فيه البوله في مربعه، نحاول نزومي لكم باش تشوفوا مزيان. هانتوما كاين هذاك في البيض وكاين مربع وكاين اوفال، وكاين هذا في الموف مربع وكاين هذا اوفال في الكحل. هانتوما الشكل زوينين البنات، درناهم كلهم هكا باش تشوفوا. وحتى الطريقه ديال الفيديو هكا تصور الفيديو شويه، راه ماشي بحال كي تنصور لكم غير تصاور، شويه هكا تيجي صعيب شويه تيبغي الوقت. شوفوا البنات ثاني هذا الشكل هذا، ها انتم شفت لكم شكيلات زوينين البنات وراقيين. هذا حتى هو 80 درهم. المهم هذوك اللي موديل الاولين جوج اللي وريتكم هذوك 70 درهم، وهذو كلهم دابا اللي تتشوفوا 80 درهم. كاين ثاني البنات هاد ستيل هذا، هذا البنات ديال المسمار. ها نتوما البنات ما تنساوش الليجام، راكم حتى تنساو الليجام البنات، شجعوا القناه شويه بالليجام والبارطاج باش ان شاء الله غادي يكونوا من هنا لقدام غيكونوا غير لي سولد. ها نتوما هذا حتى هو 80 درهم، هذا ديال المسمار مخرم شويه ومرصع بالحجر. اللي بغات شي حاجه اما دير سكرين ولا تدخل عندي الواتساب، الارسال كيف دائما تنقول لكم لجميع المدن وجميع الدول فين ما كنتو توصلكم الكوموند ديالكم. ها نتوما البنات كاين هذا الموديل هذا تيجي بومبي ومخرم، حتى هو 80 درهم. ها نتوما الشكل وبالنسبه للسيدات اللي تيبغيو الحجر في الكحل كاين هذا الموديل. ها نتوما كاين ثاني هذا اخر موديل البنات في الخواتم هادو، كاين هذا اللي فيه هو بوله في الحجر تمشي على شكل اوفال وداير بالحجر بيض وكله مخرم وزال البنات. هذا ثاني شي حاجه طوب، هذا تا هو البنات سولدي. هذا البنات راه كان 130 درهم ودابا هذا 100 درهم. ها نتوما الشكل هذا بوحدو هذا ب 100 درهم، عرفتي راه الشعة تنحاول باش ميبانش ليكم الشعة باش يبان ليكم الموديل مزيان. هانتوما شوفو هنايا التخرام، هانتوما من هنا من الجناب. شوفو البنات هذا المارياج ديال 3D، هذا كنت وريته لكم في الفيديو اللي قبل ولكن وريت لكم غير التصويره ديالو. ها انتم دابا شوفوه في الواقع، ها انتم شوفوا الشكل غزال البنات وتيجي كبير في داك العش. ها انتم العش ديالو دو بياس، ها انتم الشكل تنظن راه واضح بينتو لكم في الفيديو حيت كاين شي بنات قالوا لنا عاودي صوري. ها هو هانتوما هنا راه واضح ليكم، راه تنحاول حيت مع الشعر البنات ما تيبانش ليا تيبقى يدير الشعر تيخسرت الصوره. البنات اللي بغاو الحلقات ديال 3D ها هما جايين دايرين. هانتوما الشكل ديالهم
والثمن ديالهم البنات هادو 50 درهم. ها انتم الشكل. واخيرا البنات غادي نوريكم هاد الطقم هذا 3D، راه ديجا وريته لكم شحال من مره، ولكن حتى هو راه باش دوزتو للبنات غادي نقول لكم الثمن 230 درهم، صولديتو حتى هو. ها انتم فيه النباله وفيه الخاتم والحلقات ولاشين بالعلاقه. ها انتم الشكل. تنظن راه واضح لكم. المهم اليوم واقيلا الفيديو طويل البنات، سمحوا لي حيت حاولت نبدل لكم الطريقه ديال التصوير، واخا كيف قلت لكم راه الطريقه هذه راه شويه صعيبه، ماشي بحال غير تصاور وتنهضر ولا تنصور لكم هكا بالزربه. المهم حاولت نبدل لكم شويه. نتمنى هذا السولد هذا ديال اليوم يعجبكم، ان شاء الله غادي يكون سولد بزاف الحوايج. ما تنساوش البنات لي جيم وبارطاج، وان شاء الله السحب كيف وعدتكم راه يكون هذا الاسبوع هذا. شكرا لكم وفي امان الله.